لم يتخيل مستخدمو هاتف بلاك بيري الذي كان نجم المرحلة مطلع الألفية الحالية، لم يتخيلوا أبدا أن يأتي اليوم الذي تعلن فيه الشركة وقف دعم نظام تشغيله بشكل نهائي وانتهاء هذا الابتكار، هذا البرنامج الذي كان من المقدر له أن يهيمن على السوق العالمية لسنوات. سنذهب إلى صوره هنا. نحن نتحدث هنا عن مقبرة بلاك بيري، هكذا يشير المتخصصون بعالم الهاتف الذكي لما حدث أمس عندما أعلنت الشركة الكندية المنتجة وقف تشغيل أي أجهزة تعمل بنظام بلاك بيري 7.1 والإصدارات الأقدم، لتنتهي بذلك أسطورة بلاك بيري وإلى الأبد. لكن إعلان الشركة هذا أربك المستخدمين العاديين والعديد من المستثمرين، خاصة أن الشركة مدرجة في سوق الأسهم الأمريكية بقيمة سوقية تزيد عن 5 مليارات دولار، فكيف سيتم التعامل مع الهواتف الموجودة بأيدي الناس اليوم وما مستقبل هذه الشركة؟ سنتابع مستقبل هذه الشركة ربما بعد قليل مع ضيف، لكن دعونا نقرأ بعض التعليقات على هذا الخبر. نبدأ من محمد هنا الذي يقول توقفت فقط عن دعم أجهزتها، يعني ما عاد في تحديثات، أما الاتصال فأجهزة نوكيا من 20 سنة تعمل حتى الآن. طيب سامر يقول مشكلة بلاك بيري أنهم ما واكبوا العصر، ظلوا على نفس الخدمة ونفس التقنيات من وقت إصدارهم الأول دون الالتفات لما استحدثه المنافسون من أدوات أقوى وأشمل. كلام صحيح. لينا بتسأل طيب شو نعمل بموبايلاتنا هلأ؟ هل صارت للذكرى؟ مش عارف إذا لينا معها بلاك بيري أكيد ولا لا. على كل سنحاول أن نجيب على سؤال لينا مع ضيفي من بيروت الخبير في تكنولوجيا المعلومات عامر الطبش. عامر، بماذا تنصح لينا أن تفعل بموبايلها إذا كان فعلا عندها موبايل بلاك بيري؟ وأنا أشك صراحة، بس ممكن أنه فعلا يكون عندها بلاك بيري ومحتار الآن شو بده تعمل. وأنا معك بشك أنه يكون عندها بلاك بيري، بس إذا فعليا عندها بلاك بيري صار وقت تغير لشيء أحدث. إذا فينا نقول بس يعني البلاك بيري شو بدها تعمل فيه؟ احنا كانت عنوان الفقرة مقبرة بلاك بيري، يعني تروح تقبره بمحل، تروح تدفنه، نعم، تبيعه، تحطه يعني ديكور في الشقة، شو تعمل فيه هذا الجهاز؟ الديكور جيد جدا. انا شخصيا من الاشخاص اللي بيجمع الهواتف القديمة والفينتج، اذا بتحب تبعت لي اياه ما عندي مشكل، بس انه اكيد هو انتهت حقبة البلاك بيري كجهاز مع بداية حقبة جديدة من بعض السنوات ما واكبتها بلاك بيري، بمعنى المواكبة الجدية لموضوع التقدم التقني والتكنولوجيا. طيب بعالم خلينا نقول قبل الصناعة بعالم السوفتورات. ليش يا عامر؟ طيب يعني الان يعني حتى ما رح نستفيد من الكيبورد تبعته، يعني البلاك بيري كان مشهور انه الكيبورد موجوده وكان سهل، لكن لماذا يعني البلاك بيري؟ هل هو جهاز ولا نظام حتى نكون واضحين؟ لانه كان في سيستم حمايه ايضا للايميلات ما كان متوفر في بقيه الموبايلات. خليني اقول قبل بس انه بلاك بيري مثل ما ذكرت حضرتك الكيبورد هو الجهاز الوحيد بالعالم اللي فيه كيبورد، بس لا 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 نحكي لا ما زال نوكيا مره طلعت شيء هيك وفشل ما نجح. لا انا عم بحكي بنظام تشغيل اندرويد مش نظام تشغيل بلاك بيري. نظام تشغيل اندرويد بلاك بيري نزلت هواتف بنظام تشغيل اندرويد في منها مع كيبورد، بذكر منهم البلاك بيري كي 1 والبلاك بيري كي 2 وكان لهم نجاح كتير كبير بهذا المجال. بس اليوم بلاك بيري كان سر نجاحها ثلاث امور: نظام التشغيل الخاص فيها، الهاردوير يلي كان عم تنجو مع التليفونات يلي كانت ملفتة للنظر بسبب الكيبورد يلي كان موجود فيها، ونظام الحماية يلي كان بتوفره إن كان للإيميل أو كان للمحادثات لبرنامج تطبيق المحادثات بلاك بيري ماسنجر من النوع السكيورتي وغيره.
بهدول الثلاثة خسرت بلاك بيري بعدة مراحل، مش كلهم مع بعضهم بس بعدة مناسبات أو بعدة فترات كانت عم تخسر المنافسة، لأنه ما كانت عم ترضى تشوف السوق مثل ما كانوا عم بيشوفوه المنافسين، وأطلاق الأمور أو تحديثات مثل ما كانوا عم تشوفها المنافسين. نفس الغلطة اللي عملتها نوكيا ببداية انطلاق نظام تشغيل أندرويد، نوكيا قررت انه هي قادرة تنافس نظام تشغيل اندرويد، وكان في كمان نظام تشغيل اي او اس، اعتبرت حالها انه هي رائدة وقادرة تنافس، انكسرت بالاخر واضطرت هلأ عن جديد ترجع لنظام تشغيل اندرويد، بس بقي التليفونات الصغيرة عندها على نظام تشغيل بدائي. بلاك بيري اضطرت حتى انها يعني في الاخير انها تعمل لحالها دعاية في افلام السينما، جيمس بون صار عم يستخدم تليفوناتها، بس يعني هذا كله في الخيال في السينما، ما شفت انا حدا حقيقي يعني عم يستخدمه. على كل يعني هنا في نقطه مهمه بالنسبه لبلاك بيري، اذا بدنا نرجع لها، هم فعلا يعني كان عندهم هذه التكنولوجيا للسيكوريتي زي ما قلت انت، بلاك بيري تشات، الايميلات، السهوله والسرعه والدقه هنا. هل هم كانت مشكلتهم في البطارية؟ هل هم مشكلتهم في أنهم رفضوا أن يتعاونوا مع شركات أخرى وعشان ما يخربوا السيستم تبعهم؟ هل النظام البورتل تبعهم ما كان يقدر ينزل أبليكيشنز تانية، كان مغلق على نفسه وبالتالي سبب لهم مشكلة؟ صحيح، كل اللي ذكرته حضرتك 100% هو مظبوط. اليوم واحدة من الأمور اللي كانت تعتمد عليها بلاك بيري هي نظام التشغيل الخاص فيها بلاك بيري أو أس، يلي هي كانت تبني عليه المنصة الأساسية اللي بتبني عليها وسائل الحماية اللي كانت عم تتبعها، إن كان بعملية الإيميلات والملفات وغيرها in terms of security and encryption. كانت تخاف بلاك بيري من موضوع أنه تدخل أي نوع سوفتوير مش مطور داخل شركتها، واي نوع مشغل او اوبريتنج سيستم مش مطور داخل شركتها، وكومبوننتس هاردوير مش مطورين داخل شركتها. هذا السبب اعطاها، سبب لها هذه المشاكل اللي صارت بالاخر، سببت لها تباطؤ وتاخير كتير كبير بالمنافسه. ما في تنزل تطبيقات، ما فينا ننزل تطبيقات من غير بلاتفورم، يعني لا تطبيقات الاي او اس بيشتغلوا على بلاك بيري ولا تطبيقات الاندرويد. وهون صار التأخير، انه المبرمجين صاروا يركزوا على الفوليوم تبع المبيعات، يعني راحوا عند اندرويد وراحوا على iOS وخففوا على بلاك بيري. طيب عامر اسمح لي بسؤال سريع في النهاية الان، كما قرأنا في احد التالي بيقول لك انه الجهاز ممكن يشتغل لكن بدون تحديثات، هل فعلا ممكن الأجهزة القديمة تظلها شغالة والى متى؟ يعني طالما انه ما في دعم، يعني شو ممكن تفيد في الأجهزة القديمة حتى الان؟ ممكن يضل شغال الجهاز لو ما في دعم، طول ما اليوم الجهاز بعده ضمن التكنولوجيا المستعملة حديثا هلأ حاليا، يعني بيقبل 3G، بيقبل 4G، بيقبل واي فاي، وطول ما وسائل الاتصال هيدي متاحة له بيضل يقدر المستخدم يستعمله كوسيلة للتواصل، إن كان ماسنجر، بلاك بيري ماسنجر، أو لاستعمال الإيميلات لحين ما تتغير هيدي التكنولوجيا. يعني بمرحلة جاية هلأ هالكم شهر ممكن يصير عندهم مشاكل بالإيميلات بسبب الاتاتشمنت وغيره، بالمرحلة الجاية بسبب الفيديوز ما بيقدر يشوف فيديوز لأنه بتتغير الانكريبشن وبتتغير الكومبرشن. فكل ما تقدمنا بالأيام وتغيرت أمور التكنولوجيا لتناسب الهواتف الموجودة حاليا، بده يخسر شوية من الاستهلاك، طب من إمكانية استعماله لحد ما يموت على الأخير. يعني أفضل من التواصل بالحمام الزاجل بشوي. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من بيروت الخبير في تكنولوجيا المعلومات عامر الطبش. شكرا لك. شكرا سيد.